يريح وانا اصلي شوي ومبعد الشوي. مكورنيش لؤلؤة الشرق جيجل تنقلكم هذه حياتي في جولة فنية سياحية مع مغني الأفراح الشاب عراس. يا ناس صلاحك 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 هناك هذه دارك ثانيك هنا هذه هنا داري كي نجي للصيف والله ذاك نجي هنا يوم رجلي أيوة. انا ما نكتبش غنية هكذا برا وكل عندها معنى وكل نحطها في بلاصتها. يكون يا دودا يكون يكون عيبني وعدايا يكون عيبني وعدايا. كيف يقضي أوقاته مع عائلته بعيداً عن الفن؟ كيفاش حتى نستقر الراس في فرنسا؟ مش أنا نديرو؟ راني نكون في الدراهم تاعنا اللي كش ما حبيناهم بكري. نحكي لك درت بكري البقري. متهلي فيك متهلي فيك. والله الحمد لله. عراس ولا الأخضر واش تعيطي له؟ إي عراس. صحايكي بزاف. ضحكنا نشيخو معايا نضحكو معايا. هذه حياتي مع توفيق فضيل، سهرة الجمعة التسعة غير ربع على شروق تيفي.